شرب المنتخب خبر مصري. ابراهيم حسن وطارق شوقي الركنية الثالثة منذ انطلاق المباراة. كرة بالرأس والهدف الأول. الهدف الأول شواد يميق، عرضية وركنية فيصل فجر وشواد اليميق. أحلى من دفاع المنتخب الليبي وباخت أحمد عساقة يمضي الهدف الأول للم... كيم زياش لعبت الكرة دائرية رأسية، فرصة 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 والهدف الهدف الأول لفائدة المنتخب الوطني المغربي. الحدس ديالي كان صحيح، أول لمسة لحكيم زياش والكرة في شباك الحارس رزاق أبالورا. إذن 1-0 لفائدة المنتخب الوطني المغربي. كرة اللي تلعبت بشكل جيد وأكيد جوال